الحمد لله. شيخ، متى بدأت بنظم الشعر؟ متى بدأت بنظم الشعر؟ وكم سنك؟ والله ماني أقول الشعر مثل الثرت عليه. ما شاء الله. أول قصيدة سؤالي للشيخ خدفان بن قميل. نعم. مطلوع السؤال: لك الحمد ربي عالم السر والقهر، وملهمنا ما كنا هو لم نكن ندري، بك الحمد خذنا للعناية والهدى، فهداك لنا فضلا ويسرا عن العسر، مسائل ألقيها لشمس شمائل، رسائل يقليها بقبس من الفكر، عنيت بذا خلفان نقل قميل، محل عويص كامل الأصل والنقر. موجودة في باقي المجالس هذا القصيد. ما شاء الله، باقي المجالس. أنا 13 سنة. تبارك الرحمن. الحمد لله. 13. ثم مارست شعر، الحمد لله ما يصعب علي. الحمد لله. وعليه تيسير من الله تعالى. هذه القصيدة في علم الفرائض. ما شاء الله. هذه قصيدة مشروحة. وفيها تعليق من الشيخ عيب خلف. ما شاء الله. بإمكاني أعطيكم نسخة منها. إن شاء الله. أعطيكم نسخة منها. وأعطيكم من الألفية نسخة. إن شاء الله تعالى. أعطيكم من القصيدتين بالتوحيد. أعطيكم نسخة من هذا أبوه في أئمة أهل عمان، نور البيان في أئمة أهل عمان. ما شاء الله. إن شاء الله. هذا أساس تستفيدوا منها. إن شاء الله تعالى. الحمد لله. مرات إن شاء الله. أعطيكم نسخة من مراثي. هذه المراثي جامع واجد. هذه راثي فيه الشيخ إبراهيم سعيد العبري. ما شاء الله. هو الدهر لا تثنيه فينا مطالبه، وقد غرب ابن اليوم عنه كواكبه. رمى شيخنا العبري رمية فاتك، فيا ليته أخطأ فمن ذا يحاسبه. أول قصيدة في الرث هو، ثم الوالد إبراهيم سيف، ثم العلامة محمد بن شامس، ثم الشيخ خالد بن مهنا البطاشي. ما شاء الله. تعرفوه؟ نعم نعرفه. من قريات. من قريات. نعم. من قريات. كانت بيني وياه مداعبة شعرية. ما شاء الله. كان هذا الشيخ خالد بن مهنا المرحوم محمد بن شامس عبارة أبوي وعالمي وربيت عنده. هذا شرى مقصورة. ما شاء الله. فقرأ في حيل الغاب. وقال الشيخ خالد بن مهنا مسوي له ذم منه، انك ته اخذت هذه المقصوره فيها نخل عواوين كما ابوه متزوج حرمه عجوز. الشيخ محمد بن شامس قال ما حيد اخ خالد بن مهنا يرد عليه الا انت. قلت له ما اروم هذا خالد بن مهنا علامه وشاعر. نعم. انا سويت له هذه مداعبه لحاله شعريه ورثيته صرح من المجد قد نعثى بايا وقد نعاه التقى والفقه والاثر. اعطيكم منه النسخ ان شاء الله. اعطيكم المداعبه تحفظ منها شيء؟ المداعبه تحفظ منها شيء؟ المداعبه؟ نعم. عائمة الله ظنها ما اعرف عبق الجمال بها فاضحت جنة للناظرين بحسنها ونماها. ما بال هذا الشيخ معنا قلت الشيخ خالد منه. نعم. ثم التقينا انا وياه في مسجد وادي الكبير وقال لي صاك دعمتني. قلت له ما تقول كذا؟ قال لي قل لي انا فقت علي فيها. قلت له لا ان شاء الله. هي. الحمد لله. وقت مدحت القصيدة حتى إني قلت في الشيخ محمد بن شامس لكنه لم يدعونا لزيارة يوم أن كان يحظى. قال الشيخ محمد بن سيف ضربك. مدح القصيدة ورد على الشيخ لكن ضربك لأنه اكتبها ما وعدتنا. مسكين. الحمد لله. هذا الكتاب من مراثي أول قصيدة في القضاء الشيخ العلامة إبراهيم سعيد العبري، ثم الوالد إبراهيم السيف،
ثم محمد بن شامس، ثم خالد بن مهند البطاشي، ثم علي بن سيف، بعد الوالد ابراهيم هاشم بن عيسى، محمد بن راشد بن عزيز، شيخ محمد بن شامس انما خلافهم، حمد بن سيف، حمد بن عبد الله، شيخ سالم بن محمود، شعيب بن محمد، الاخ موسى بن علي، الوالد سلمى بن علي، شيخ ناصر بن راشد المنري، شيخ سالم بن حمد الحارثي، شيخ سعيد بن حمد الحارثي، شيخ راشد بن سيف بن راشد المعولي، شيخ عبد الله بن سالم اللزامي، واخرها والسيد والشيخ سعود بن سليمان الكندي، سيد هلال بن سعود، هلال بن ناصر المعولي، في مقدمتها سيد حمد، سيد حمد بن سعود، سيد سيف، سيد سعود بن حارب، سيد سامي بن بدر، الوالد محمد بن احمد السلامي الأقل، الوالد محمد بن نصير ومحمد بن سعيد الكندي، الوالد، الوالد حمود بن احمد، الوالد سيف بن محمد، الوالد صالح بن سعيد، رجال المعولة، الوالد ناصر بن سليمان، الاخ مالك بن ابراهيم، الاخ احمد بن سليمان بن علي الكندي، الاخ سيف بن حمود، عيسى بن سعيد، الوالد خالد بن محمد بن نصير، بنو محمد بن خلف، شعوب بن خلف، هلال بن سالم بن محمد، ربيعة بن أسد، ناصر بن محمد الكندي، ناصر بن سالم المعولي الشاعر، الشيخ عبد الله بن خلفان بن قميل، 57 ورثين ما شاء الله، ديوان أعطيكم ما تتصوروا منه. نعم. بعد ما طبع؟ ما طبع هذا؟ ما مجموع ومطبوع؟ مطبوع مطبوع. مطبوع الحمد لله. الحمد لله. شيخ، وعند كتابتك للشعر يعني تستخدم علم العروض؟ تستخدم علم العروض أو إن بالقرية كذا؟ عند كتابتك للشعر؟ والله في العلم العروض ما إنه. نعم. أقول لك لكنه عندي نبذة منه شوية. نعم. هي عنده. أنا أكثر أقرأ ديوان المتنبي، وأقرأ عن قصائد زهير بن أبي سلمى، وأقرأ المعلقات من جملته المعلقة في امرؤ القيس الكندي، وأقرأ في ديوان النبهاني سليمان بن سليمان بن ظفر. أما في الأصول أقرأ سلاسل الذهب عن الشيخ محمد بن شامس، أقرأ عن عن تأليف الشيخ سعد بن حمود، وأقرأ أكثر الجوهر وأكثر الدعايم، كما هذه القصيدة، يقول صلي الحبل يا سلمى وإن شئت فاصرمي، فما أنا بالقالي ولا بالمتيم، أقلي علي اللوم والعذل في الصبا، كفاك الليالي لو كل ملوم، أبعد شعال الشيب يا سلم صبوة وتحنيب أوصالي ودقة أعظمي، سطور بياض نمت في صحيفة من الرأس سوداء بخط المنمنم، فشبهتها لما أضاءت كواكبا أضاءت بعموم من الليل مظلم، رمتني بنات الدهر عن قوس حادث، حنتها يد الأيام منها بأسهم، وقد طالما باتت سليمة ضجيعتي وبات وسادي ثني كف ومعصمي، لصيقا إلى مثل الرذيلة مقحم وكشح كطي السامرية أهضمي، وذي أشر كالأقحوان مجاجه سلاف من الإسقنط ليست بأقمم. هذا إذا تفكرت في الشعر الروماني في المقدمة بالنظر، في المقدمة في اللغة، في الفصاحة، في براعة الاستهلال،
عالم شاعر عالم. الحمد لله. هذه القصيدة التي رسى فيها صديقه أبو عمر، هذا أبو عمر عالم من علماء أهل النخل، وكان حليف الشيخ ابن النضر، ويتزاوروا السنة، وقيل ستة الأشهر. وذات يوم من الأيام الشيخ ابن النضر يقول جاي نخل عنده، ونزل مكان يقال له السرير، ولقي الجماعة يصلي هناك وصلى معهم وما عرف إنه، وقال له أنا باغي أسير مع الشيخ أبو عمر. قالوا له الشيخ أبو عمر توفي. قال حال الحمار أبو جايب إنه رجع. عاد رثاه فأخذ القصيدة التي هي في النكاح. هو الدهر يأس من أراد ويجرح، وأحداثه في الشمخ الشم تقلح. أتدري غدا من أهله وهو قادم؟ لعل غدا فيه حمامك يسرع. فزم لوشك البين رحلك وابتكر، وهجر إذا ما هجر المتروح. فلا يخطب الحوراء من كان همه غداء يغداها وعشاء يصبح. إلى أن قال: أقول لعبد الله لما تغيبت محاسنه في الأرض والعين تسفح، أبا عمر من للمكارم والعلا، ومن لذوي الإسلام يأوي وينصح. أبا عمر إن غاب شخصك لم يغب عن الناس نشر من ثنائك ينفح. أبا عمر من لم يجدك ومن له يتيم ومسكين ومن يتصفح. لقد هونت في الدين كل مصيبة مصيبة عبد الله فالقلب مجرح. أغرك نصل السيف معتدل القوى، جميل المحيا ضاحك السن شرمح. يعادي لحب الله أهل صفائه، ويشتم في ذات الإله ويمدح. فإن كان ضنكا قبره إن ذكره ليشقى به خرق من الأرض أفيح. لقد قدست أرض أبو عمر بها، وقدس أهلها جميعا وأفلحوا. شقاه من الوسمي دان ربابه، أجش سماكي من المزن دلح. وصلى عليه الله ما ذر شارق، وما هب قمري على الإيك يصدح. هذه القصيدة مرساه، وهذا إن كان عالم في الأصول والأنوار، يقول إلى الآن موجودة في قبره، على قبره. إن شاء الله. الحمد لله. من أغرب الأشياء أنه على قبره ظل غافة. انظر من القرن الخامس إلى الآن القرن الرابع عشر، 900 سنة ويا الغافة هذا مظل على القبر. ما شاء الله. الحمد لله. الحمد لله. الشيخ والتخميسات. لا. تخميسات القصائد. التخميسات عندي تخميس المردة، وعندي تخميس العمرية، وعندي تخميس الوردي، وعندي تخميس أبو العتاهية، وعندي تخاميس أخر. إن شاء الله أعطيكم منين. سمع الشيخ. هذه تخميس البردة أعطيكم منه. أعطيكم إن شاء الله. لكن أتصلكم إذا بغيتوا بعضكم بعض صوروني. إن شاء الله. إيه. فإن ما كثيرات عندي. بعد شيء قصيدة في عدد سور القرآن عندي. أنا مسوي إن شاء الله. بالبعية أبدأ ناطقا عدد السور، وبفضله أرجو لي إعانته والظفر، ومصليا للسيد المبعوث من
من خلفاء ومن من هذا الوطن، وتذكرت هذه موجودة، هذه القصيدة موجودة في عدد سور القرآن. شيء بعد في الحج، قصيدة في الحج، في أركان الحج عندي. في رحلة من جملتي في أركان الحج، أركان الحج المفروغ والمندوب، وفيه الحث عن زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا عاثر ما هو متواتر، أما سورة أربع مرات الحج، لكن أرجو الله تعالى الشفاعة يبلغني حتى أو لو أتيت بعمرة أقل كذا. نعم. شيء قصيدة عن النبي؟ عن النبي شيء قصيدة؟ عندي 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 عندي. إيش اسمها؟ أعطيكم منها نسخة. إن شاء الله. ولد الحبيب فنعم ذاك المولد، وصف الزمان وطاب فيه المولد، وتشرفت أم القرى لما أتى خبر اليقين بأن أحمد يوجد، وارتج إيوان بكسرى بعدما ولد النبي الأبطحي والأمجد. هذه فيها مولده، فيها لما سار بالتجارة مع خليجة بميسرة، فيها زواجه زواج الرسول، فيها أولاده منه. كم بيت تقريبا؟ ما واجد واجد مع 260 إن شاء الله. هو شعري أنا واصل الآن 11,000 ما شاء الله الحمد لله. الشعر واصل 11,000 و486 بيت ما شاء الله تبارك الله الحمد لله. لكن صح شيخ ما أقول لك. وعن مؤلفاتك كلها مطبوعة؟ ها؟ مؤلفاتك كلها مطبوعة؟ مطبوعة الحمد لله. أطبعها وحدي ما شاء الله. أما أبو في الميراث إن كان وديته التراث وما قدروا وخلاف، طبعها أبو الهيثم نجوى. نعم. وطبع منها 10,000 نسخة، وقمطني 200 نسخة منها. ما شاء الله. ثم بعد وزارة التراث اتصلت بي، اتصلوا بالولد خالد ولدي، قالوا احنا نبقى 500 نسخة. قلت انا ما عندي مال اطبع هذا الكتاب 10,000 نسخة، ما عندي. لو مثلا النسخة بريال 10,000 ريال انا ما عندي، لكن طبعتها طبعها ابو الهيثم نزوة، اعطينا عنوانه، اعطيتهم عنوانه لانهم سوقوه لكتاب هذا وباعوه وبيع واجد منه. وخلاف اتصلوا بي وطبعوا له 500 نسخه او دار التراث، ما عرفوا حتى من باينه. وفي الانساب شيء الفت؟ ايه في الانساب، في الانساب عندي نفايش الاسباب في علم الانساب عندي. هذا نثر؟ نثر نثر. وعندي ضياء الابصار في سيره الساده سلاطين عمان وزنجبار نظم